بسم الله، صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا وحمش نقول بالله وانا يا درسي بتفسير السلسله دي افهم ايه وقبل الله وانا يا ايات الاحاد سوره النساء حربي لي. يا ايها الذين كوا امنوا رميه واذا قمتم هذا استاكتان الى الصلاه صلاه فاغسلوا نقى وجوهكم وجيدين يا وايديكم عنهن الى المرفقين اللي قال حصول لها وامسحوا مسح برؤوسكم من حيدين يا وارجلكم لوجهن الى الكعبين الى اللي قال عن قويضه وإن كنتم هداتهم مرضى من كنتم هداتهم جنوبا وجنا بقبه فطهروا طهرقه أو ميدا وإن كنتم هداتهم مرضى كوجها أو على سفر أما سفر كسوغا أو جاء أحد أما أكيم ذمد أو منكم يتكمده من الغائط ما شلقوا سحروه أما لو حاجكته أو لامستم أما آتابتان استابتان النساء دمركي أو فلم تجدوا ما أي ذنب يهل فتيمموا كبريس صعيدا عيد طيبا مؤين طاهرة عيد طاهرة فامسحوا بوجوهكم وجيدينكم مسحا وأيديكم عنهن منه من بعد عيد غارك تكون مسحا ما يريد الله ألا ما دونيه ليجعل عليكم منه دشنيا من حرج وحلب عريريا ولكن يريد له حدونيا ليطهركم إنه إذا طاهريه إذن هفو وليتم نعمته نعمد سنين كتامي عليكم دشنا لعلكم تشكرون سيادي الله وشكر الله سبحانه وتعالى إن إله سبحانه وتعالى سورة المائدة وحين نقص عدى يا إيدي أنا صور دافني أحكام الأنكحة والأطعمة أحكام تا جور سيد اللو جور سدو يقوليها جور كودو بناي هاي أو سيد قولة دي كريستا كاي الحيد كودي إيو الأطعمة حنا دا وحين نوغا بنان ما يشا أقول كان عاي يا ها سو شيء إن جور كا وحا عرفو إغانا غادا عاي كل كي إن دومار كا إن أهل كتاب كا إن لجور سنكرو أنكها الليني يعني ان يعرفك سخل الله بمركز وحبو كل عيام يقول انا دورين سادرت هاد وسيدا ان صح ذا وحويه ويل كمسلم كاون بقول سانكرا قبل لا كريست كام يهودا قبل لا مسلمة ده ما قول سانكرتو وقف عن مسلم هين نين يعني نن ده اسمه قول سانكران اسلام كده حديثه ناقي ناقي اسمه قول سانكران واحكام تا ان احكام تقول كحكم اذا ان لهلو نين يناق قول كستو لو لو كنت وحنا هين إنني يا ناقنا إلهي سبحانه وتعالى ما أقوله إسلام كنا معي ترافسنا آيات الحرب إنه وش يا مركا إن تحسي وحي هاي نعمة إله سبحانه وتعالى الربوبية دي سي نعمة دي سي وإنه صوت المامي نعمة الأطعمة والأنكحة والنعم إله ببحية وإنه صوت شيء وإنه قيبي قابك إنه قاد الله إن هذا نعمة الربوبية بشر إنه قال إله سبحانه وتعالى نعمة العبودية ده إن إله سبحانه وتعالى سيكون إنه قلنا بيجي حقه إنه قلنا يعني سكع عابنه عبادتنا وحقه أفضل صن بعد الإيمان الصلاة صلاة دي ما مركز سأقول تكن المشي الأوشرية صلاة ده وحي إن أبها أنت هاي واحد شروط صحة شروط بين ذا شروط يا ذا وحكم ذا طهارة طهارة ذا سنة وحوه الرئيس ويسو ويسدي نا إيه ذا لفت هذه يا إن 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 واحد لقى ويسي سنة يا مركز الله في ريو يا طهارة كلمة طهارة اللي جدا بعجرتها طهارة ذا إيه ذا وحوه قيب سنتها طهارة أصغر إن أو طهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر قف ويرو كطهارة قاضنا أيوه wax weysa waajibiyo waxa la yiraahdaa xadd asghar inuu ka tahara qaadanayo wax mayri waajibiyo waxa la yiraahdaa xadd akbar in wax lagu tahara qaadanayaana asal waxa waa waxa wax lagu taahiriyo sidii sabax wax lagu taahiriyo ama weysaha noqdo ama dhar la dhaqayno ama weel la dhaqan noqdo shay walba taahirada wax la taahiriyo biya asal waa qofki marka inuu biya ku weysisto oo ku maydha weey hadii laakiin biya la waayo bedelkeedii baa leena baray oo ah inuu qofki tayamumo taasi suurta loo sheegaysa ayad يا أيها الذين كوا آمنوا رميييو إذا قمتم هدي آد أو استاكتان إلى الصلاة صلاة دي هدى دو استاكتان فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق دقا وجيدين يقعنهين إلى اللقاقارو حسول للا هدي آية اللفظي هذا أنقا لأنه مركز توت صلاة دو استاكيسان ويسيست اي نقول الله هيد الى لبا ويسقى ويمين يا مشى كد الله هيد مر والبا الا ويسيست هذا ويسقى فتر صار مك سوق شيء ويسيست سنه ان برتي النبي عليه الصلاه والسلام ما انت ما كيمد شان صلاه دود بو اسكوله تو كده ويس اصحابته بركه حيره واحد انا اول يلي كرن يلي جرن بعد سميسه صلاه دي بعد هل ويس كود تو كتي وانو قصتي بو النبي هو تلا قال ان امته تسو امديسا ان ويسقب لو تو كان صلاه فر بدن marka kolka salaada uu inaad u istaagtaan aad doontaan idinka oon weysa qabin wajigiina gacmihiina dhaqo weysaysta laakiin hadda weysa qabto uma baahnin inaad gacmihiina wajigiina dhaqdo waxaa la dhaqayaa marka ilal mirfaqayn xusulada meesha gacantu ka laabanta weeye intaasaa la dhaqayaa wamsaxuu masaxa biruusikum
ملحيدينينا مسحة مدح سيلو مسحة يا مدح وحاول أكسر سيدة سنة ضوء وين مدح أور دان لما صحو نبي يقول إنتو حاجة وجهك كقبل الله ولا بدك عمودو بي عليه يو قدرك كوكو ينجري مركز صحة الدين إنتو سعولي دين يقبل الله يكو سعولي جري وقول لك كو الصحة يا أقل ما يسمى مسح ما يسمى به مسحا أو إن شاء الله تابتو قعنتي أو يسقى أنبياء إن أن مستعمل هين لسو ولوسو تابتو إن شاء الله تابتو ونبي يقول مرق ما تحنا كويس فودد فودو ساو ساري marka en laakiin la wada masaxo baa wanaagsan en madaxweynina kuma saxabihi wa arjulakum waxay ku cadfantahay fasiilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum bay marka dhaqa lugu heena ilal kacbayna aan qawiyada laga gaado aan qawgu waa meeshan lugta labada en lafood ee kaga taala lugta meesheeda hoose labada dhaq kaga taala iyagana waa la dhaqaynaa macal mirfaqeyn iyagana waa la dhaqayaa iyaga iyo inta ka hooseysa waxaa la yiraahdaa maxal al-fard hadii aad inta qaar ka mid ah ka tagto ma weysa qabtid oo nabigu mar ay asxaabtu iyagoo degdegaya salaad casr ay ka tagaysay si dhaqsa u weysaysteen iyo qaar arkay xogow aan qowga meeshaas meel yar godon baa ku taal meesha godon oo weli aan biyihi gaadhin qaar weysadii ka tagay buu arkay weylu lil caqaab min annaar buu yidhi loo yani dad waxaa jirta ana lugaha la geli doono naar oo aan weysadii taam yeel marka weysad qofku inuu hubsado oo inta maxal fardiga uu si fiican u dhaqa weeye taasi waa kolkii xadada asgara la qabay oo qofkii weysadii baa ka burtay meelna uma baahno sidii waxyaabaha weysada buriyo sida saxarada iyo kaadida iyo neefti iyo weysadii baa ka burtay intaan buu baahan yahay salaadiina uu galaya weysadii marka afar baa laynoo sheegay arkaanteedii afar baa laynoo sheegay wejiga iyo gacnaha iyo lugaha iyo madaxo la masaxo afarta xubnood baa laynoo sheegay oo faraaida wuduu ka mid ah labaa lagu darayaa oo niyadii oo idaa qumtu laga qaatay iyo tartiibkii sida nabigu u tartiib sida aayad u tartiibsay buu nabiguna u tartiibi jiray weligii muuse nabigu calayhi salaatu wasalaam tartiib kale kuma weysaysanin marka tartiibkii macnahaas kala dambaysiintii iyo niyadii baa lagu darayaa afarta ay suuraddu aayaddu ay sheegtay haddana waxay aad inoo sheegaysaa haddii qofkii uu xadad akbar mayri uu u baahan yahay wain kuntum haddii aatihim junuuban kuwa janaabo qaba fataharuu tahar qaata taharadaasi waxaa weeye faqtasiluu qabaysta weeye maydha marka maydhadaas inama ay suuradu inoo sheegan fataharuun baa la yidhi fataharuu marka laba midna ma dhicin in la yidhaa taharada la cadeeyo oo la yidhaha qabaysta oo maydha jirka o dhan maydha laynooma odhan oo laynooma sheegin sidoo kale tartiibkiina laynooma sheegin meel heblo ka bilaabo sida weysadii maxaa lanaya meel heblo ka bilaabo meel heblo ku dhameeya tartiibna laynooma sheegin waxa taharadu nooceed yahay laynooma sheegin saan ku barnay marka in maydha la leeyahay kolka hore la weysasi leeyahay sida maydh loo maydho de sunnada ina bartay nabiga ina bara calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele sunnadu tafsiir bay u tahay qur-aanka iyo tafsiir u tahay kuwa qur-aaniyiinta la yidhaaho sunnada diideynaa leh de say u maydhanhayaan say u weysaysanaya waa beentood qof hadday qof dadka hadda u qaylqeyliyo sunnadaan ka tagna le waa dadka qur-aanka u socda in laga tago waaba laga tagayaaba hadda sunnada ka tagto qur-aanki salaada u tukanaysa ma garanaysid saa u xajinaysa ma garanaysid saa u zakaysanaysa ma garanaysid saa u dahaaro qaadaysa ma garanaysid maxay kuleeyi marka ninka madaxda aba goorta la tukan sheegaya sida loo tukan sheegaya ilaah kale inay sameeyaan bay rabaan maya sidaa maa fataharuu tahara qaato oo laga wado faqtasilu sida loo maydhanya sunnada ayna bartay kaasina wuxuu xadiidkii akbarka ahaa oo la yidhi haddii ay janaabo aad qabtaan maydha hadday weysadiidu ka burtana sidaa u weysaysta wa in kuntum haddii aad tihiin mardaa kuwa jiran aw calaa safarin amaad safar ku sugan tihiin أو جاء أحد أما متكين كي مادو جاء أو كي مادو أحد منكم متكمين من الغايت ماشا اللو سحارة قطو غايت كا أصر كي سبحانه ماشا هوسي لكن وحالقا ولا ماشا اللو سحاجة قطو مسخوشي هذا كتي مادان أو لامستم أما آد استابتان النساء دمركي أو إنت صورا إنت أي لعضو فلم تجدوا ماء أيدان بيهلين فتيمموا تيمما بوريستا saciidan ciid ku boodhaysta tayiban oo daahira ciid daahira ku boodhaysta haddii aad jiran tihiin biyana weydaan tayamuma haddaan jiranahay un biyo waayo kiifa yoogaan baa la mid ah maradka waxaa ku tacaluqaay waxaa weeye haddii aad jiran tahay oo biyihii aad weydo macnawiyan waxaad weyday imkaaniyatu isticmaali almaa biyihii inaad isticmaasha awooddeedii baad weyday waxaad weyday biyihii maaha markaa waa awooddii isticmaalka awooddaasaa midna xisi tahay midna sharci tahay
بيهي ويالان ما استعمالي كرتيد حنون كاغا كو ديدن حنون كاس ان اد بيها ادن كوي سيسنين اي اد تيممتو ان كو بنينيا وا ان لبا شرط ميد اون لغا هيلو كل كاد وي سيستو انو كو حنوجينيو او حنون كوغو زيادايو اما ان اد بوكستاي اي ديبو دعيانو حنون ان يعني جيرادادي او وقتيغيدي ديرينايو لبدا اسبا وي كو ديديسا marka meeshaas in arin labada arimo haduu dhaqtar lagu kalsoon yahay kuu sheegana xanuun ba ka iman kara ama xanuunkaagii ba yani dawadii aad qaadan lahayd ba wax ka bogsiyaha dib u dhacay haduu dhaqtar kuu sheegana waa warkiisa toos u qaadan hadda adiguba bitajribati ka u ogtahayna waad ka istaagaysaa marka biyihii baad isticmaali kari weyday oo marad baa kuu diiday waa tayamumaysaa مسافر باتاي بركاسات بيا ويلي سفرك وحا لو شيغه و وحا بدن ان بيا لا وايه ده قفكه مسافر ما بدن قف يسو مغالي سي جوغين بيا وايو لكن هدا ادو مغالي ادو جوغ بيا ويدنا وا لاميدون بيه باد ويلي اما مسافر اهو اما مغالي اي دغنو ويتان كاسا لبا قيبودا ان توس با لو وايو اي ان اد اود ويدو استعمال كودي او سبحان ما كميدا اي بيه جوغان بيه لعاب بي جوغان لعاب وبهيسي waa biyo yaro inaad wax ku cabti inaad cabti iyo inaad cunto ku karsaad ugu baahan tahay weysi iyo inaad isticmaalkaaga kale ee daruuriga kuma filo waad haysanaysaa biyihii caruurtii oo maneyd baad siinaysaa adigii baa cabaya waa tayamumaysaa marka kolkaasna si sharci ah baa lagu waayo oo kuma marka inaad isticmaasho oo caruurtii oon u baktido xaraam weebayaba marka waa inaad biyihii aad isticmaalkooda joojiso oo aad weysaysa aad ku tayamumto ciidii waa kolki biyo la'aantu dhacday safar iyo xadar waa isaga mid ah ama weysadii baa burtay wax lagu tayamumana waa la waayey gaayid baad ka timid macnaa meeshii lagu xaajo gudanayaad ka timid markaasay weysadii burtay wixii biyihii lagu maydhan lahaana waa la waayey waa tayamumaysaa iyadana waad istaabateen qof dumar iyo qof rag ah taabashadaas markaas wixii ka dhashay oo ama weyse burtay ah ama maydhi ah yaa iyagana biyo loo waayey waa la tayamumaya taabashadaasay asxaabta isku khilaafeen oo waxay yidhaaheen masarbee baayo galma miyaa laga wadaa oo qur-aanku sidiisaba adab altacbiir buu qur-aanku inagu tarbiyeeyaa waxyaabaha carabka lagala xishoodo qur-aanku wuu sarbeeba hadda matalan ow jaa minkum min alqaa'id kaasi ka mid tahay qof baa ka yimid meeshii hoose meeshii hoose maxaa laga wadaa meeshii hoose baa laleeyay waad soo xartay waa soo kaaday intii la odhan lahaa yaa waxaa leeyay meeshii hoose meesha maqaadka waxaa leeyay meesha munkhafidka ah marka qofkii wuxuu ka yimid meeshii hoose waxaa lagu sarbeebayaa hadduu qofka soo kaadiyo ama soo saxaroodo marka sidoo kale dumarkii aad istaabatay waxaa laga wadaa galmadii baa yaa laga sarbeebaya sidaa miyaa laga wadaa mise taabashada lafteedii baa laga wadaa asxaabtii taabashada lafteediina qaar baa yidhi oo qofkii haddii labo qof oo qaangaadhihi istaabtaan oon maxrabi soo ahayn ha weysaysto cumar ibnu khataab iyo cabdullahi ibnu cumar iyo cabdullahi ibnu mas-uud yaa qaba ma ahe waxaan waa sarbeeb oo qur-aankuna ku badan yahay oo ilaa shan suuradood baa sheegtay e isaga oo taabasho aan ahayn ee laga wada galma taabashada laga cabiray waa sarbeeb galmaa laga wadaa waxaa qaba asxaabta qaar ka mid ah oo kamid yahay cali ibn abi aalib cabdullahi ibn cabaas ay kamid yihiin marka laba jeeraba waxaa wanaagsan in midda ahwadka ku jira waa maxay iska weysayso dhib ma leh adaa weyse qaba haddaad weysaysato ajri baad helaysaa maxaa yeelay alwuduu cala alwuduu waa nuur cala nuur ajri baa laga helaa marka sidaas baad ku laakiin khilaaf waa khilaaf jira qofkii haddii wax laystaabto waa la weysad weejabaysa haddaad aragto qof odhanaya ayada macnaheeda laysku khilaafay asxaabtii bayna kasoo bilowday qof igama burinaysa laha haddaad aragtana ayada macnaheeda waa laysku khilaafay asxaabtii bayna kasoo bilaabatay marka sidaa waracu ku jiro waa in laga weysaysto laakiin daliil ahaan waxaa u xoog badan walxaqu yuqaal qolada odhanaya galmaa laga wadaa maxaa yeelay qur-aanka tacbiiraadkiisa galmada kulli wax galma sheega ma jiraan lamsi baa lagu maa idaa talaqtum idaa nakaxtum lmuminaati uma talaqtumuna min qabli an tamasuhunna idaa talaqtumuhunna min qabli an tamasuhunna qad faradtum lahum fariida qur-aanku ma lam tamasa qur-aanku tacbiiraadkiisa o dhan galmo markii laga hadlayo axkaamteeda kulli waxaa laga cabiraa lamsi taabasho tacbiirka isagaa laakiin madhabku wayna saa wata madhabtina saasay ugu qaybsantay dambe asxaabti markay qaybsameen madhabtii dambena way qaybsameen marka saciid ku tayamuma saciidka kaliba saciidka isaga laftiisa yaa laba macno
بو لغة ها كل لغة كل ما صعيد على الأرض واحد كسر أرضها دش هذا يا له أرضها أصل كيس يعني صعيد بالليلة عيد درا صعيد بالليلة مركز هذا اللي سكوت خلافية ده نقطة واحد اللي سكوت تيمو كرام عيد أمبا مثل شيء والبا اللي سكوت تيمو مكرا ولا سكوت خلاف لا بقى الريموت بقى اللي سكوت ولا سكوت وافق صنيع واحد اللي سكوت وافق صنيع هي عيد اللي سكوت تيمو ماي إني وأنا أكسنتها ولا سكوت وافق صنيع عيد عادي قال سيجاد اللي سكوت تيمو ماي إني وأنا أكسنتها ما نبت نوعي طبعا وأفضل تهي يدو وأكو وحكالة طول اللي سكوت وافق صنيع هي إن اللي سكوت تيمو مكرا اللي سكوت بوليسر كرين معادنته هي النجاسة ده وحي انت كسوهر ولا سكو خلاف سنين ملقو تيمو كلام مايا وح انت كسوهر ارض ده اصل كيسو يعني اصل كيسو ارض كيمت ان انت اصلا هينا ان ولا سكو خلاف سنين الو تيمو لكن سنة النبي كما سو ارورن وحان عيد اهين وحان عيد اهين كما سو ارورن مر بو النبي دربي بو كتيمو دربي غاسي لا دربي دغه حل با قون دربي عيد ابوها سيلفتي عيد ابوها ودربي دغه عند النبي سو يعني اجف جفاي باي مكو عيد يا شيخ بو كتيمو سيده عادي يعني عيد حديث كي مسلمنا ان ارضها waxaa laga dhigay ciideeda turaabteeda taahir laga dhigay waxa marka ciida ayaa wanaagsan in laakiin kelimada suuidka waa ka suura gala waxa ciida sida dhagxaanta iyo maadooyinka asalkoodu dhulka yahay oo dhan uu ka suura gala ciida ku tayamuma hadaan ciidi noqono waana inay taahir tahay ciidu ama sheegi ardada ka yimid asalkiisa suuidka waxa kulma suuida ardada way sheegi ardada ka yimid ku tayamuma وجينا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وجي يا غانها مريا وجي يا غانها عيدي مريا مركا لا يري ما waxaa laga wada sidii way sidii meeshii way sidii baa la gaarsiinaya oo markii hore waxa la ila mar ila mirfaqayn baa la yiri miya la gaarsiinaya mise wuj inta hore ma gaarha sa loo marinaya sunnadu inta hore la marinaya ayaa saxiixa laakiin aayada lafdigeeda hadii ki hore lagu fasiro oo ila mirfaqayn tafsiirka aayadu labadii aayado kale isku fasiro in mahalla wudu oo weysadii la gaarsiinayo iyo inaad tusinaysa dib male mid kooda samaysaba ma yuridu allahu ilaahay ma u doonayo liyajcala calaykum inuu dushiina yeelo min xarajin dhib iyo ciriiri diinka inuu ku ciriiriyo ma doonayo walaakin yuridu ilaahay wuxuu doonaya yutahirakum inuu idan tahiro xisan wa macnan can jirkiinina inaad ina tahirtaan oo aad weyse maydhataan oo qabiisataan oo nadiif ahaataan qalbigiinina salaad iyo tahaarad lagu tahiro iyo walyutima nicmatahu nicmadiisana inuu idinku taamiyeelo calaykum dushiina لعلكم تشكرون لكي تشكروا سياد إله أبو الشكر دان وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.